ولنقاش هذا الملف الاقتصادي تنضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان الأكاديمية والباحثة في العلاقات الاقتصادية الدولية الدكتورة هدى بفالح الكبيسي. أهلا بك دكتورة. أهلا، مرحبا دكتورة هدى. تقييم الأداء الديمقراطي للدول جعل العراق في المرتبة 18 بعد المئة عالميا، ماذا يعكس هذا التقييم بكل ما يحمله من عناصر الشفافية السياسية والاقتصادية للعراق؟ نعم، مساء الخير عليكم وعلى سادة المشاهدين. في الحقيقة بالرجوع إلى سؤال حضرتك، يعني هو يتضمن بالشكل التالي، يعني أن الدرجات التي يحققها العراق في مدركات الفساد في السنوات الأخيرة وقبلها تقريبا من 2010 بدأت تظهر بشكل جلي. هذه الأرقام العالية جدا تعطينا فكرة واضحة أنه لا يوجد هنالك رؤية اقتصادية متماسكة وصحيحة في مجمل الأنشطة الاقتصادية، بشكل أنه تستطيع الدولة أن تتخذ القرار الصحيح وأن تضع رؤية صحيحة في برنامجها الخاص بالإصلاح الاقتصادي. حتى برنامج السيد عادل عبد المهدي يعني جاء بأشياء كثيرة، ولكن هذه الأشياء لم تطبق ولم يكن هنالك شيء واضح يعني معمول به في طيلة هذه الفترة التي هو تسلم فيه الحكم. نعم. هذا من جانب. نعم، من جانب آخر يعني هذا الفساد اللي احنا المستشري لدينا والذي يعني لا يمكن احد تحجيمه، يعني يمكن ملاحظته بشكل جدا واضح، وكما ذكرتم ايضا في تقريركم 70 تريليون تذهب في الموازنة الى الرواتب، والباقي 20 تريليون دينار عراقي هي تذهب الى اعمار او اشياء اخرى. هذه هي التي تفسر لنا عدم بلورة رؤية اقتصادية صحيحة، وبالتالي ايضا هذا يفسر لنا يجب اعادة النظر بالعقد المبرم ما بين الدولة والشعب الا وهو الدستور، وهذا ما خرج اليه المتظاهرون في هذا المجال بسبب يعني تصنيف الحياة الكريمة التي صنفتها إحدى الجهات الأجنبية الدولية، صنفت العراق الدولة العاشرة والدولة 80 من 80 دولة في هذا دولة. السياق. نعم. في هذا السياق دكتورة، ما يزال العراق يحتل فعلا المراتب الأولى عالميا بين الدول الأكثر فسادا، حتى أن أهم مطالب ثورة تشرين كما أشرتي كانت محاربة الفساد. ما الأدوات الممكنة للحد من الفساد في المرحلة الانتقالية المقبلة التي يمهد لها اليوم هذا الحراك الشعبي؟ نعم صحيح. يعني إذا رجعنا أيضا إلى يعني أما أن الدولة إحنا الآن في حالة تصريف أعمال، وبالتالي على هذه الدولة أن أما أن تتخذ إجراءات صحيحة في تكملة بعض ما هو لديها من أعمال، وأما أن يجب أن نذهب إلى انتخابات، هذه الانتخابات يجب أن تبتعد عن المحافظة، وبالتالي يجب أن تكون حكومة هم يدعون أنها تكنقراط، وبالتالي هي ليست تكنقراط بالمعنى المتعارف عليه، يجب أن تكون حكومة من ذوي كفاءات، وبالتالي يستطيع هؤلاء النهوض بالنواحي السياسية والاقتصادية للدولة للعراق بشكل يتناسب مع مطالب المتظاهرون ويتناسب مع يعني مجمل المطالب لكل الأفراد المجتمع العراقي. هذا حتى يمنعنا ويبعدنا عن أننا نبقى في التصنيفات الأخيرة، وبالتالي هنالك تصنيفات دولية أبعدت العراق في 2020 في تحديدها أو في تصنيفها تحت الحياة الكريمة. ما هو دور المؤسسات الحكومية التي يتعين عليها فرض الرقابة على كل هذه التجاوزات واعتماد مبدأ الشفافية للكشف عن المتورطين في قضايا الفساد ومحاسبتهم أيضا؟ يعني إذا لم يتم اتخاذ قرار بشكل صحيح سواء من قبل الجهات المعنية القضائية والنزاهة وإلى آخره، وأن تتخذ القرار تحت أسماء موجودة وواضحة، وهنالك ملفات كثيرة تم تسليمها منذ زمن في نهاية زمن أحد الدكتور عبادي، بالنتيجة أنه هذه لم تؤخذ بها. بدأنا مع السيد عادل عبد المهدي ولكن أيضا لم تؤخذ بها. إذا نحن في يعني ندور في دائرة بعيدين كل البعد عن حالة الديمقراطية، ولذلك حتى إحنا لا توجد لدينا ديمقراطية، صنفنا ب 3 16
3.16 من 10 للحالة الديمقراطية الموجودة في العراق بالمقارنة مع 100 دولة. إذا معناها لا نستطيع أن نقضي على الفساد في الوقت الحاضر بوجود الحكومة الحالية وبوجود النظام السياسي إلا أن تتغير هذه الفئة كلها، وبالتالي يجب أن نعمل على اختيار صحيح حتى نستطيع أن نتخذ التدابير الصحيحة. نعم. تتزامن هذه تقارير عن الفساد في العراق مع محاولات لتمرير موازنة العام الحالي، إلى أي مدى يمكن المصادقة على الموازنة في الظروف الاجتماعية والسياسية الحالية وكذلك في ظل حكومة تصريف الأعمال؟ الحقيقة هو ما دمنا احنا في حكومة تصريف أعمال، هو في الحقيقة هو لا يصح لهذه الحكومة أن تتخذ قرار بشأن الموازنة، وبالتالي كان يجب عليها في 2019 عادة مو أن ندخل في السنة أو في العام الجديد وبالتالي نتخذ القرار في شأن الموازنة، يعني كان يجب عليها في الشهر التاسع أن تتخذ القرار بالموازنة وأن تقرها، لكن احنا بدأنا منذ السابع وقبل السابع تقدم المسودات في الموازنة وبالتالي يتم تغييرها، يعني كنا على سبيل المثال في الموازنة كان عجز في الشهر السابع كان العجز 58 مليار دولار، قاموا بتخفيضه إلى 40 مليار دولار. ما بين هذا وذاك أن الموازنة هي أساسا مخصصة ب 135 مليار دولار. إحنا موازنة 2019 وصفناها بالموازنة التضخمية اللي هي حوالي بلغت 112 مليار دولار. إذا 135 مليار دولار ماذا يمكن أن نطلق عن هذه الموازنة؟ وبالتالي يوجد هنالك كساد وتوجد هنالك بطالة وتوجد هنالك رواتب نسبتها كبيرة تصل إلى حوالي 29% من الناتج المحلي الإجمالي، ولكن لا نجد هنالك أناس يعملون في الدولة، وبالتالي أيضا نرجع إلى الموضوع الأساس وهو خروج المتظاهرون لهذه الأسباب لعدم وجود لقمة عيش وإلى آخره. نعم. ما تزال الموازنة الحالية للعالم العام الجاري تسجل عجزا واضحا، وبالمقابل العراق يعتبر ثالث أكبر مصدر للنفط في العالم، كيف يفسر ذلك؟ يعني نرجع أيضا إلى ملفات الفساد، هذا هو جزء من الفساد الاقتصادي والسياسي الذي يمر به العراق طيلة هذه الفترة التي الآن وصلنا إلى 17 عاما. في الحقيقة هذا يعني لا يمكن أن نتجنب إلا أن تكون هنالك رؤية صحيحة بعيدا عن مدخلات السياسية وبعيدا عن الفئة السلطوية حتى نستطيع أن نبني اقتصاد ونظام سياسي صحيح مبني على المنطقية، وبالتالي نصبح حالنا حال الدول الأخرى سواء الدول الأخرى العربية أو الدول الأخرى التي هي حتى لا تمتلك نفط من الدول العربية أو الأجنبية. نحن الآن في وضع جدا سيء، وبالتالي كلما يزداد سعر النفط وكلما يزداد إنتاجنا للنفط بالمقارنة مع الأعوام السابقة، ولكن تزداد حجم مشكلتنا من الفساد ومن البطالة وإلى آخره، ولا نجد حلا لها. نعم. دكتورة، كيف يبدو مستقبل العراق في ظل هذه الأزمات، وما هي السياسات الرشيدة التي يمكن تبنيها للنهوض بالاقتصاد العراقي؟ نعم، في الحقيقة يعني خلينا نكون واضحين ان احنا ما نطلق عليه بالحكومة الرشيدة الان هي ليست حكومة رشيدة في الحقيقة، وبالتالي كل ما يخص الاستقرار السياسي، يعني البيانات الدولية أشارت إلى أن الاستقرار السياسي وكذلك مؤشر الأمان في العراق يبلغ صفر، صفر من عشرة. إذا احنا على هذا الأساس هي دولة ليست رشيدة، وبالتالي أيضا يعني يجب أن يعني نعمل على تغيير جذري لما هو موجود حتى نستطيع أن نرتقي بشيء جديد وبسياسة صحيحة، ليس هو كما هو الحال بالنسبة إلى ما هو عليه الآن. هي الآن ليست حكومة رشيدة، لا تستطيع اتخاذ قرارات، مجمل برنامجها الاقتصادية لم تكن صحيحة، وبالتالي كانت موضوعة فقط أرقام، هذه الأرقام لم يتم تطبيقها. إذا نحن أمام مشكلة كبيرة، وهي أننا كنا أمام برنامج دائف، وبالتالي أيضا حكومة غير متفاعلة مع الشعب ولا مطالبه. إذا يجب أن نفكر بحل جديد، وبالتالي إن لم نجد حلا جديدا فنحن يعني نحن متحولين من حال سيء إلى أسوأ،
وهذا ما يبدو واضحا خلال هذه الفترة، إلا إذا كان هنالك أي تصريح أو أي اختيار إلى حكومة جديدة أو انتخابات، نذهب إلى انتخابات جديدة، قد يكون هنالك رؤية أخرى غير هذه الرؤية الموجودة في الوقت الحاضر. شكرا جزيلا لك يا الأكاديمية والباحثة في العلاقات الاقتصادية الدولية دكتورة هداب الكبيسي، كنت معنا عبر الهاتف من عمان.